أهلا، السلام عليكم. في هذا التمرين بلغة الفيجوال بيزيك دوت نت نتناول كيفاش نقدر نلقاو عدد الكلمات في جملة، عدد الكلمات تاع جملة ما تاع اون فراز دوني. إذا الجملة المثال، الجملة المثال اللي راح ناخذوها هي مون نو ايت انكوني. ما بين كل كلمة وكلمة عدة فراغات، ما يهمش ما يهمش. إذا نبسطو حنايا، نبسطو الكلمة تاعنا ونجعلوها مثلا مو نو. ناخذ مثال بسيط، داخل المثال تاعنا هو مونو، تكست يساوي مونو. نلاحظوا بأن هذه الجملة متكونة من كلمتين تفرق بيناتهم انسول اسباس، تفرق بيناتهم واحد فراغ، واحد فراغ، فراغ واحد. إذا نسكاني الجملة تاعي حرفين بحرفين، مثنى مثنى، معناتها عندي مو، عندي او او ان، عندي ان اسباس، ان اسباس، عندي اسباس ان، عندي نو، عندي نو عفوا، عندي ام هاك او ام. اذا هنايا كاع عندي 1 2 3 4 5 6، ست ازواج، عندي ست ازواج. عندي ست ازواج اذا انا وانا نسكاني مثل مثنى، ناخذ الحرف الاول فقط اللي نديه بعين الاعتبار من كل زوج، من كل زوج. طبعا اذا كان هذا الزوج ماهوش في زوج دوزي سباس، ماهوش في زوج دوزي سباس، ماهوش في زوج دوزي سباس. اذا كان كل بير ماهوش اسباس، مو ترجع ام، او ان ترجع او، ناخذ منها او يعني، قصدي ان اسباس تصبح ان هكذا، ثم اسباس ان تصبح ناخذ منها اسباس، ثم يعني من الافضل ندير بين دوغيومي خير، عفوا هكذا، ثم ان او ثم ان او ناخذ منها ان ثم او ام ناخذ منها او وعندما يكون اخر اسباس، عفوا، وعندما يكون اخر حرف، وعندما يكون اخر حرف، وعندما يكون
آخر حرف ماهوش إسباس، ماهوش إسباس، نأخذ بعين الاعتبار آخر حرف، نأخذ بعين الاعتبار آخر حرف، يعني نضيفه للحساب، نضيفه للحساب، نضيفه للحساب آخر إسباس اللي هو ميد تاع تكست. آخر حرف نأخذ آخر حرف اللي هو أب. إذا نشكله مع بعض الجملة تاعي مو ثم إسباس بعد نو. إذا نديكلاري فاريابل إس ليدسلي الثنائية، يعني الحرف إي مع الحرف إي زائد واحد. ديكلاري فاريابل كوليكتور اللي خزن لي الكلمات، اللي خزن لي عفوا الأحرف الأولى تاع الثنائية، الأحرف الأولى تاع الثنائية. إذا نسكاني التكست تاعي حرف بحرف انطلاقا من الحرف الأول حتى ما قبل آخر حرف، حتى ما قبل آخر حرف، يعني ما نسكانيش حتى الآخر حرف، خاطر انا راني نسكاني في الجملة تاعي مثنى مثنى، كل حرفين مع بعضهم، الحرف اي مع الحرف اي زائد واحد، لا لوكاليزاسيون اي مع اي زائد واحد. ندس الثنائية داخل فاريابل اس، ثم نتأكد من هل اس ماهوش دوز اسباس. اذا كان دوز اسباس هنا ما يقوم بوالو، ما يقوم بحتى شيء. اذا كان عكس ذلك، إذا كان عكس ذلك فإنه يأخذ فقط الحرف الأول من تلك الثنائية S بعين الاعتبار ويجمعها في الفاريابل كول. في الأخير نقوم بشرطين، نقوم بشرطين أساسيين مهمين هما. أول شرط لازم نتأكد من هل أنه الجملة تاعي الأولها ماهوش إسباس. إذا كان أولها ماهوش إسباس، أو عفوا نتأكد من هل أنه آخرها ماهوش إسباس، هل آخر الجملة تاعي ماهوش إسباس. إذا كان ماهوش إسباس كما قلنا سابقا فإنه يؤخذ بعين الاعتبار، يؤخذ بعين الاعتبار، يؤخذ بعين الاعتبار باستعمال الفونكسيون ميد، نأخذه نستخرجه. الشرط الثاني نتحقق من هل أنه الحرف الأول هو إسباس، إذا كان كذلك فإنه لا نأخذه بعين الاعتبار ونحذفه من كول، يعني نبدأ نأخذ بعين الاعتبار فقط الكاركتير المتمركز في لانديس 2 فما فوق، 2 فما فوق. في الأخير عدد العدد الكلمات تاع الجملة تاعنا هو عدد ليزيسباس زائد واحد، لأنه ما بين كل كلمتين إسباس. إذا نسكاني ونشوف عدد ليزيسباس ونضيف واحد، الناتج اللي نلقاه هو عدد الأحرف. إذا ندير ديباج نضغط على 17، ايه هذا هو. راني نلاحظ بانه هنايا لي سباس تاوعي تلغاو وفقط خذينا بعين الاعتبار انسى الاسباس ما بين كل كلمتين، وعندي هنايا اربع كلمات. نبدلوا الجمله، نبدلوا الجمله كمثال ثاني، نبدلوا الجمله كمثال ثاني.
نضغط على F5 نضغط على البوط 17 ويظهر لي هنايا الجملة اللي كتبتها. المهم هذا المثال هذا فيه 12 كلمة. الفرق بين كل كلمة وكلمة هو انسل اسباس في الأخير نقول كم إلى اللقاء.